دلوقتي هنتكلم على development of the ventricles. طبعا هنبتدي من الاول. احنا عرفنا الهارت تيوب اتقسمت sinus venosus atrial part، دول ادوني تو اتريا، وبعدين ventricular part والبلبر سكور ديس، دول هدوني التو فينتريكل. لازم الاول اقولك لما نمسك الكافيتي بتاع اي فينتريكل هتلاقي اللور بارت بتاعه رف والاور بارت بتاعه سموث. ليه؟ لان الديفلوبمنت بتاعه طالع من حتتين، فينتريكولار بارت وبالباس كورديس. الفينتريكولار بارت بيدي الجزء الرف والبالباس كورديس اللي بيدي الجزء الايه السموث، والجزء السموث اللي فوق بيتصل بالترانكس ارتريوزس اللي تديني اسندنج اورطة والبلمونري ايه ترانك. يبقى انا دلوقتي هتكلم على البلبس كورديس والفنتريكولار بارت اللي هيدوني الرايت والليفت ايه فنتريكل. ادي الفنتريكولار بارت اللي هو ده، وده البلبس كورديس. اول خطوة اللي هو فيوجن، بيقولك the development of the ventricles both in two stages fusion of the common ventricle and the bulbous cordis، اتحاد الاتنين مع بعض عشان يدوني الجزء الخشن والجزء الناعم بالventricle. الventricle من تحت خشن من فوق ناعم، فانا عندي لازم يحصل فيوجن بين التو بارتس اللي هو الventricular part وادي البلبس ايه كورديس. تاني حاجة، اما الفنتركولار بارت والبلبس كورديس يبقوا كومن فنتركل، يعملوا مع بعض كومن فنتركل او كومن بلبو فنتركولار بارت، يبقى الكومن بلبو فنتركولار بارت الكبير ده يطلع فيه حاجز. الحاجز اسمه رايت فنتركل وليفت فنتركل ورايت ايه فنتركل. يبقى انا عندي اول خطوه فيوجن اوف ذا كومن فينتريكل اند بالبس كورديس، تاني خطوه ديفيجن اوف ذا بالبو فينتريكل تشامبر انتو تو فينتريكل باي ذا ديفلوبمنت اوف ذا انتر فينتريكل سيبتا. اول خطوه لفيوجن اوف ذا كومن فينتريكل وبالبس كورديس، ادي كومن فينتريكل اهي وادي البالبس كورديس، يقربوا من بعضيهم هم يحصل لهم فيوجن مره في مره في مره في مره، والحاجز ما بينهم يضيع، يبقوا كلهم يعملوا كافيتي واحد اسمه كومن بالبو فنتريكولار تشامبر. يبقى فيوجن مع بتاع كومن فنتريكل مع البلبر كورديس اداني كومن بالبو فنتريكولار تشامبر اللي احنا شايفينه، وده يحتوي على اتنين فنتريكل. النهارده لازم اقسم الفنتركل البالبو فنتركل تشامبر ده لرايت فنتركل وليفت فنتركل. اقسمه ازاي؟ ابص الاقي بيطلع في الاول عندي ديفيجن اوف ذا بالبو فنتركل تشامبر انتو تو فنتركل، ادي البالبو فنتركل تشامبر اهو عايز اقسمه لتو فنتركل. من الفلور بتاع الفنتركل بارت يطلع ماسكولار انتر فنتريكولار سيبتم، يطلع يبتدي يطلع من تحت هنا ماسكولار انتر فنتريكولار سب ماسكولار انتر فنتريكولار سيبتم. زي ما انت شايفه ده، ادي الماسكولار انتر فنتريكولار سيبتم اهو، شوف، لكن سايب فورة من فوق اسمها انتر فنتريكولار فورامن، سايب حته فوق هنا اسمها انتر فنتريكولار فورامن. الانتر فنتريكولار فورامن دي لازم تتقفل. الجزء الماسكولار بارت ده خلص، اللي بيتقفل ده بيتقفل بممبرين. الممبرين ده مكون من حاجتين، اول حاجه بروكسيمال بالبر سيبتم. ايه البروكسيمال بالبر سيبتم ده؟ البالبس كورديس بيتقسم او بيديني اسينج اورتا وبالمونو ترانك، في بيتقسم بالسيبتم اسمه بالبر سيبتم، فتنزل حته من البالبر سيبتم تغطي الانتر فنتريكولار فورامين. يبقى الانتر فنتريكولار فورامين بيتغطى جزء منه بالايه بروكسيمال بالبر سيبتم، ادي البروكسيمال بالبر سيبتم الاحمر اهو. نيجي الحته الباقيه، يجي لها بقى جزء من الاتريو فنتريكولار كوشن. انا كان عندي ده الكومن فنتريكل، وده كان قبله هنا الكومن اتري، في الحته دي
الاترو فينتريكولار كوشن، ينزل بقى الاترو فينتريكولار ايه كوشن هنا اهو يسد الجزء الباقي، يبقى عندي والاثنين مع بعض يعملوا لي الجزء اللي بيسموه ميمبرينس بارت اوف ذا انتر فينتريكولار سيبت. يبقى انا عندي لما كان عندي البالف فينتريكولار تشامبر ديفلوبت، بعد كده عايز اقسمه اطلع يتقسم تو بارتس، انتر فينتريكولار سيبت، انتر فينتريكولار سيبت تو بارت، ماسكولار بارت دي سيكل شيب arise from the apex of the heart، الحته اللي تحت دي اللي عامله الابيكس apex of the heart، ascend upward لحد ما يوصل الاندوكارديال ايه كوشن، يوصل لحد الاندوكارديال ايه كوشن، وبعدين هنا leaving an interventricular ايه forum، interventricular forum تتغطى بmembranous part of the interventricular forum، الmembranous part يجي من اكستنشن من الاتروفنتريكولار كوشن الاصلي، ونمرة اتنين اكستنشن من البروكسيمال بالبر اي سيبتم. نفس الكلام اهو، ادي الماسكولار بارت اوف ذا انترفنتريكولار سيبتم، ده الممبرينس بارت جاله جزء من الاترو من البروكسيمال بالبر سيبتم، وده جزء تاني من الاتروفنتريكولار كوشن. نفس المنظر هنا، ده التو فينتريكل، ادي فينتريكل وادي فينتريكل، اتقسم مع بعض بالماسكولار بارت، ادي الماسكولار بارت، ده الممبرينس بارت، الممبرينس بارت مكون من جزئين، جزء اللي هو اترو فينتريكولار كوشن، وده الجزء الثاني اللي هو اللونين ده بروكسيمال بالبر ايه سيبتم. مدينه اللونين ليه؟ لان لون بيدي الاسندنج اورتا والثاني بيدي البرمورتال، يبقى ده جزء منه ينزل يكون ممبرينس بارت of the interventricular ASF. يبقى right ventricle is developed من rough part developed from the right part of the common ventricle. Smooth part اللي هو الانفانديبولم from the right part of the bulbous cordis. ده الجزء السموث بارت طالع من ايه البلبس ايه كورديس. Left ventricle is developed من from rough part من الليفت بارت اوف ذا كومن فينتريكل، كومن فينتريكل الليفت بارت اهو. نيجي بعد كده السموث بارت اللي هو الجزء الفاني اللي بيسموه اورتيك فيستيبيول فروم ذا بالبس كورديس.